رح ناخد فكرة سريعة عن الابليكيشن. بعمل كليك على كتابي، بتفتح الفيرست بيج، السيمبل على الشمال تبع الهوم بيفتح لي، بردني على الانيشال بيج اللي بتفتح عليها الابليكيشن. بيرجع هالاروز شمال ويمين فيرست بيج هن بيخلوني يقلوا بالصفحات. بروح على بيج 2، بعمل كليك على تشابتر 1، دايركتلي بصير بالبيج 4. عندي فيديو مع لامب وعندي مايكروفون مع زيرو. لامب معناتها في شيء بدي اتعلمه جديد، والزيرو كمان في شيء بدي اتعلمه جديد، بس اوقات بيكون في علامه على شيء معين. رح اكبس على الفيديو، بفوت على السونج، بعمل بلاي. بنفس البطن بوقف برجع بكمل، برجع بوقف. بالأرو يلي هو على الشمال بأسفل الصفحة برجع على الصفحة الأساسية، نقي الميكروفون، بلعب بلاي كرمال اسمع الميوزك. من بعد ما اتعلم على غني الغنية مع الميوزك، فيي هون اعمل ريكورد، وبالريكورد سجل صوتي فوق منها مثلا. My red drum I like to beat ta 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 ta. بكبس نفس الكبسة لوقف الريكورد وبسمع يلي سجلته. My red drum I like to beat. بعمل stop. إذا ما عجبني برجع back، برجع بسجل. Once عجبني بعمل continue. من بعد ما تسيفيت على السيستم، بستعمل البطن يلي لونه زهر طالع منه arrow. بهالطريقة انا عملت له سندينج للبلاتفورم لعند الاستاذ. بطلع من الصفحة على الشمال، بروح على بيج 7 يلي هي الاكسرسايزز، بكبس على الزيرو. في ثلاث طرق للاكسرسايزز. اول وحدة بدي اعمل كليك على الصورة كرمال يصير فيها شيء، مثلا هون رح يصير في سيركل، كمان سيركل، كمان سيركل، كمان سيركل، لشوف علامتي، كمان شير بطن بعدتها وجاني اوتوماتيكلي انه انا اخذت 80 على 100، لانه عندي وحدة غلط من اصل 5. برجع لورا، في حال بدي ارجع اتمرن كمان بعمل كليك، في اعمل بريفيو لشوف انا كيف حليت الاكسرسايز، في ارجع اعمل براكتس كرمال شوف اذا صار كله صح الاكسرسايز. وهون بطل عندي الشير بطن، صار عندي اذا لاحظتوا الالم يلي حدو 3 نقط يلي بخليني اعمل براكتس. تاني نوع من الاكسرسايزز بينحل بدراج اند دروب ستايل. يعني هون مطلوب مني بدي اعمل سيركل على ستادي بيت، وبدي اعمل كروس على النون ستادي بيت. اذا لاحظنا الاخضر هو السيركل، بدي ينحمل دراج اند دروب، والاكس بهالطريقة. كمان بدي اشوف علامتي بالبينك ريكتانجل 100 على 100، لانه كلهم صح. بروح على الفولو ذا كاندلز، بشوف الفيديو لشوف كيف لازم حله. بدي ضوي شمعة مع كل ستادي بيت. بروح على البلاي الكحلية على الشمال، بكبسها بعد 1 2 3 4، وبلش ضوي كل شمعة مع كل بيت. مثل العادة بستعمل سندينج بوتن كرمال اخد علامتي. بروح على Creative Project، وهون رح نتعلم تالت طريقة لحل الاكسرسايزز
اذا ما كانت بال باي كليكينج ما كانت دراج اند دروب، بتكون بدي استعمل هالباليت اللي موجوده على اليمين قبل اخر بتن، عم بفتحها من هون، في ينقي الرفع يلي بدي اياه، في ينقي كمان اثنين تكنيك، هيدي اليمين وهيدي على الشمال. اول شيء رح بلش بالعاديه، بدي ارسم قلب، اخذت قلم اسود، خبيت الباليت واستعملت هالقلم لارسم قلب. هلا تاني ميل بدي ارسم نار، بس بالتكنيك التاني اللي هي على اليمين، بحط اصبعي وعلى شمال اصبعي بشوف انا بعيني شو عم ينرسم. يعني انا هلا برات ريكتانجل، رح يكون القلم جوات الريكتانجل، اصبعي برات الريكتانجل، عم فوت صوب الريكتانجل لارسم، لنقول شيء مثل كلب او شيء بيعطي نون ستادي بيت. وهيك بعمل شيرينج. قبل ما اعمل شيرينج كمان رح نتعلم انه في محاية هون، وكمان في اعمل اوف للقلم والمحاية لما بقى يزعجوني. وهيك بسكر وبطلع لبرا، برجع بروح لهون على البيت نو بيت لشوف كيف بدي اعمل السلف اسسمنت. باخذ القلم الاسود، I sang with the beat إذا كتير منيح رح حط هون، إذا I moved the beat إذا عاطل رح حط هون. وهيك بعمل شير كمان ببعتها لأستاسي. ما ننسى إنه فينا نستعمل بيانو الهاي أو الميد أو اللو، كمان عندي جلوكنشبيل ساعة بدي فيه استعمله.